نزار فيكم على وش راحكم يا ابو محمود؟ ما في شيء، بس احنا متفقين من البدايه ان اللجنات الكبار بيصيرون تحت وبعدين الصغار. انا جيت شلت الجنطه الصغيره، انا ما ادري ايه، بس هذا انسان عصبي شلتها على برد، ما اشوف اللي قاعد الشاب فينا هذا. قطيناها نزلناها هنا تنزيل، ما قطيناها. انت ما شلتها على برد، بس انت قطيتها، بغيت تكسر سامان اللي فيها. لا ما قطيتها، ما قطيتها، ما قطيتها. انا سالت السؤال، انا بسالك اياهم. الدريول قال لك انت قطنها بعد. الدريول قال لك انا دريول ما شفته، انا نزلتها بس. اللي يسافر وياك غلطان اصلا. للحج ربينا نويت، بالذنوب لك مشيت، في كل خطوة دعيت، يا ربي لك اجيت. للحج ربينا نويت، بالذنوب لك مشيت، كل خطوة دعيت، يا ربي لك اجيت. واقف مثل اليتيم في بيتك كم اهيم، يسرق مني النظر، يا ربي كل دعوة ونفس عطفك قلبي لمس، تشهد كل تلبيه، يا ربي لك اجيت.
انت من الباسط هاي حالتك والله صراحه ما فايد فيك والله ادري انا ادري ما اجيك وياهم الان تجيك ابو مصطفى ترى انا كنت امزح من البدايه بس انت ما شد مزح يا اخي انت من الباص اللي تقول لي نغزات وتفشلني قدام الجماعه ليش عشان تحرجني يعني اسلوبك كان مو صح في الباص ولا الحين انت مواصل على هالاسلوب ما ادري ليش حياكم هلا بيك حياك الله أمير نزار أمير هلا هلا الشباب واش أمير تأخرني يلا الأمر روح السوق اوكي اوكي بس ببدل وباجيكم بسرعه زين وين ابو نزار برضه مبارز لا تدوينا فوق ابو نزار خليه يولي قال بيجي يا النعمي ما يحتاج خليه يولي بس ببدل وباجيكم يلا بسرعه اوكي يلا Very good.
صراحة والله هذا وش فيك انت؟ ها؟ يلا حتى الان ما انت تايب من يعني؟ جوز يا اخي ما لك شغل فيني لا شو السالفة؟ ما لك شغل شو السالفة يعني؟ ليش ضحكتهم؟ ليش ضحكت لهم؟ ليش ضحكتهم؟ ضحك الا وعلم ضحكت انت ولا بتجوز عن سوالفك البايخة ما وياك يا يبا ايش فيك انت؟ قوم قاعد قوم تعال روح تلك بعد انت تلك بعد كرسي هذا روح قوم قاعد قد كامل تعال تعال ابو محمد هنا تعال اضمان اللي ساقول وياك اساسا صار شكرا شكرا ربعكم هذا ولا يفترض في الزائر والمعتمر أن يحسن خلقه ويصفي قلبه وأن يجتنب سوء الخلق ويلتزم بالتواضع ويجتنب كل ما يفسد عمرته أو يفسد حجه أهم شيء في السفر أن يكون هنالك تآخي بين الناس وصفاء القلب وأن يستل قلبه من الأحقاد ومن الضغينة والحسد. فالإنسان لا يستطيع أن يعيش بالسعادة فقط بالمال أو في قصر مشيد ولكن بسلامة القلوب وتلاؤمها وانسجامها مع البعض. أنت من باسط هاي حالتك ما خايف والله هذي أنا ما أدري ما أجيب يلا يبا أنا بقعد في الوسطى ولا بتعب.
أن تكون إنسانا أن تخرج من سجن ذاتك، أن تكون إنسانا أن تكون كل هذا الهواء الطلق الذي يعطي الفضاء حيويته، أن تكون إنسانا أن تكون كل هذه الشمس التي تعطي الكون كل إشراقتها، أن تكون إنسانا أن تكون الينبوع المتدفق الذي يتفجر ولا يسأل عن طبيعة الأرض التي ينساب فيها. سامحني يا أبو فاطمة على كل اللي صار من جينا للحين، ترى البارحة أنا ما قدرت أنام، من أتذكر كلام الملة أنا أقول ليش صار في إلنا كذي، المفروض إحنا جايين لضيافة الرحمن، ما صير بيننا مشاكل، أنا عاهدت روحي إنه مستحيل أرجع البحرين وإحنا متخاصمين. ما كنت أتمنى إن نوصل لهالمستوى، خصوصاً إن إحنا في ضيافة الله ورسوله، وهم اللي وصلنا بالتواصل والتسامح. سامحني يا فاطمة. مسموح يا أبو نزار، مسموح. أيها الأحبة، لتكن كلماتنا كلمات المحبة، لتكن كلماتنا كلمات الخير، لتكن كلماتنا كلمات العدل وكلمات الحق، لأن الكلمة هي التي سوف تجعلنا نقف غدا بين يدي الله لنقدم حساب أعمالنا. وهذا هو خط أئمتنا عليهم السلام، الخط الذي يجمع ولا يفرق، الذي يحبب ولا يبغض، والذي يوحد ولا يمزق. أن تكون إنسانا أن تعيش الإنسان كله في معنى إنسانيتك، لأن معنى إنسانيتك أن تشعر أنك جزء من كل هذا الكيان الإنساني، ليعطي وليحرك وليبدع وليكتشف وليصنع من الأرض في كل مرحلة أرضا جديدة، جديدة فيما يزرع، وجديدة فيما يصنع، وجديدة فيما ينتج، وجديدة فيما يشق من دروب للحياة وللإنسان.